احنا للمباشر خاصنا شويه المتابعين ديالنا ديال القناه تشوف تاني قناه الشعب وغنبداو المباشر ديالنا. اوكي واحد صافي دقيقه وغادي نبداو يطلعوا معنا المشاهدين ديالنا. غادي نبداو انا غادي نقدم وديك الساعه انت غتحكي لنا على المشكل ما صورتيش الدار هذا وديك صوروها 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 دابا المباشر. بعد غندير مع الفيديو غنصور الكواليس صافي. واحنا غندير معكم مباشر وفيديو وريلز ثلاثه الحاجه. ما تقلقش الخدمه ديالي غنديرها معاك كما كنديرها مع جميع الناس اللي كيكونوا. كيف بداتك الحاله هذه بحال فيها؟ الله يدير شي تاويل الخير. إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب في البث المباشر هنا مباشرة من مدينة الفنيدق. ما بقات خاوة أب يدعي أن خوتو جراو عليه من الدار اللي كان ساكن فيها مع الأم ديالو مباشرة من بعد الوفاة ديالها، ولاحوه في بيت كيقول بأنه كله برودة كيدخل الماء. متابعينا الكرام هذا هو البيت كيف كتشاهدوا معنا، هذا هو البيت الان اللي عايش فيه بالرفقه ديال وليداتو، هذا هو الفراش اللي كيكسب متابعينا الكرام هو واربعه ديال الاطفال الصغار، هذا ما كيهز هذا بالاضافه الى الزوجه ديالو. اذا متابعينا الكرام نتمنوا ان شاء الله ان هذا المشكل مباشره من بعد لايف شوف تي في انه يتحل ان شاء الله، وما تبقاش هذه العداوه كيف ما كيقول بانه كيدعي بانه عنده مع خواته بانه مجرو عليه. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر، والله يدير تاويل الخير كيف ما قلنا بدون سب بدون قذف بدون ذكر الاسماء. ممكن تقول خواتك ولكن باش تذكر الاسماء ديالهم ممنوع. لا السلام عليكم. المشكل كيفاش بدا واش كنتي عايش انت مع الوالده ديالك؟ انا هو الاخري، انا الاخري تجوز فيهم كاملين تجوز فيهم. عندك محفايد دابا انا قبل الوالده ديالي، انا قبل الوالده مع الوالده كنصرف عليها كنسخر لها كنخلص عليها الضو كنخلص عليها الماء، هما حاطين ما خصهمش يتجوز مره. نهار اللي جبرت نتجوز ديت بنت الناس مع عزباتهم شي بقاو كيتكرفصوا عليها ويتعدوا عليها ويضربوها ويخرجوني من الدار. حتى واحد النهار طلعت المراه تطوان، طلعت المراه عندي مراه تطوان صبروا خرجوا لي الحوايج كاملين القشوع كامل خلوني كنحرك غير بالقصبه اتاي خرجوني خرجوني حتى الماء ما عندي ما زبرت حتى الماكله ما زبرت والو. مشيت كنتقدى سخرت وجيت من بعد الغدا ديالو صبروا شحال الحوايج خرجوا من على برا كاملين. من بعد سيبوني في هذا البيت، هذا البيت هذا فيه خلقوني ثلاثه العواول، ثلاثه العواول خلقوني به، ولا الكبير خلقني في دار الوالده. انت كتشوف ها كيفاش عايش انا، تعدوا عليا وتكرفصوا عليا ودابا حاطين عليا دخلوا للدار. هذه خمسه في سبعه دخلوا المراحوا بلا ست شهور تكرفصوا عليها ضربوها جوج الرجال خوتي والمرأة الخاوة وتعدوا عليها وما فهمتي. ولدت المرأة على 8 شهور على 8 شهور وكتكرفصوا عليها ودابا انت كتشوف اليوم هازمين عليا كيهرسوا عليا الباب وكيسبوا فيا ويسبوني في ولادي وخولادي خلعوهم لي ما زبرت ما نعمل دابا. انا كنعرف شي حاجة والله حتى من بعد من هنا انا انسان ضعيف وما حاطين عليا وما كلشي بخير وانا معايا انا شنو عملت انا في حياتي مع الناس هادو؟ راه غنقول لك بالوالده ياك انا تعدوا عليا حتى تبغى يقتلوني ياك. دابا انا كنت فيها عارفهم لي 80 كيلو دابا وليت كنمشي مزال 70 كيلو بالقدين ديالهم القاهره تعدوا عليا بزاف. عمري ما شفت هاد الخوايده اكثر بلا ما نقول لك خليها على الله والسلام. حقاره بزاف حقاره جباره. ما عمري دابا سبعه بيوم هاجمين عليا انا بالنسا ديالهم بولادهم خو فهمتي قهروني. والمرا تعدوا عليا ضربوها دابا كيسبوني المرا كيسبوني ولادي. اللهم هذا منكر تعدوا بزاف تحقروا عليا بزاف. تدر كيفاش عايش بي انا عايش مقهور ما نقدرش نخرج انا ما نقدرش نخرج على برا دابا حاليا عساسين على ولادي هما في الباب عساسين عليا. علاش خصهم يضربوني وخصهم يضربوا ولادي؟ علاش دفعت على حقي؟ قلت معطيوني حقي انا بغيت حقي. مالك انا بقى عايش في البيت 20 سنه ولا 40 سنه شحال غنبقى نعيش في الدنيا انا شحال؟ 60 في عمري شنو باقي نعيش في الدنيا انا اكثر من هذا الشيء هذا؟
هما حقاني بزاف الكبارين والصغارين، بزاف حقاني بزاف، عمري ما شفت شي خوا بحال هادي. الناس كتبر بعضيتها، هما حاطين عليا، انا علاش جبت المرا؟ قال لك ما عجبتهمش طلقه، طلقه انا بربعه ولاده، شغال بلا انا نطلق بربعه ولاده؟ حقاره حقاره بزاف والله، الا حقاره الحق. شوف ما عمري شفت شي خوا بحال هادي، الناس تبرين بعضيتهم. المرا طلعتها الثانيه درت متولد، العائله نعسه تحت ميسه، شي نعس هنايا، شي مخلوع الليل، خليتهم بوحدي وانا في الصنيه ديال المكان جري. كتولد المراه، كتولد المراه، قالوا لي العائل مات في الاخر، قالوا لي العائل باقي بالروح. المراه عملت العمليه بقات بالغيبوبه، لحقتها ولدت من هنا، طلعت ديتها من هنا كتجري بالدم على 8 شهور، ولدت التحقر ديالهم، ولدوا على 8 شهور. العائل بقى لي 15 يوم في الصنيه ديال الرمل في الزازه، صبروا بو صفار، صبروا الميكرو في النبوله، العيال تعدوا لي عليه بزاف، العيال خلق ما بيماتهم. والحق الحمد لله، اللي هو هذا هو اللي كاين. تحقروا عليا الناس هادو بزاف بزاف، هادو ما عرفتش انا شنو سخوتي ولا شي اعداء ديالي، ما عرفتهمش. وتكرفتوا بزاف، دابا انت كتشوفي كيف عايش انا، السته طايحه عليا، النقطه البروده، ما نقدرش ولادي مرتو بالحساسيه، كنقيا نجري بهم الطبيب. اللهم هذا منكر، الناس هادو تحقروني وتعدوا عليا بزاف، شنو هاد الزياده؟ كيقولوا الناس احنا بنينا لك، كيقولوا عندهم عنده الفيلا، عنده الدار، عنده الدار غزاله بالقابس معدله، واش هذه دار عباد الله؟ هذه دار البارحه، البارح كيقولوا احنا بنينا له، احنا بنينا له، عنده الدار كبيره فهمتي، وعنده القابس مزوقه بالفراش ديالها بكل شيء. اللهم هذا من قال ولا شي فراش انت كتشوفوها اخوتي؟ الناس حقاره بزاف، انا ما عرفتش شنو الناس هذو علاش عدوا عليا. في الاخر كيجيو يقول لك انت نديتي المراه هذيك طلقه، وحنايا معاك كنطلق المراه باربعه ولادها. مالا المرا معايا، المرا ديال الله عمرها سلعه معايا، شنو خصو معايا؟ يخطيوني، غير يخطيوني، ما خصني بوخ، ما خصني والو منهم، غير يخطيوني. دابا عساس عليك يهرسوا عليا الدار، هرسوا عليا الباب، بارع العايل مشينا نستخرو، هرسوا عليا الباب. صحابنا ما كاين حد بغا يدخلوا عليا الدار، بغا يدخلوا نقزوا عليا مسطح، خاطر خلا نقزوا عليا مسطح، سرقوا لي من هنايا هما. كيعملوا بزاف د الحاجات، الملطة بهاد الملطة هادي كتبها الملطة، كانت عندي فمايا، مشاو هزوها لي وجابوها غطوا بيها عام ونص، وقفت عليها فما حتى طلعت زبرتها عنده في الدار. مي زبرتها عنده في الدار، مشيت زولت، مشيت ما ياخذ الملطه ديالي في الدار، مشيت زولها لهم. هادو حقاله سرقوا لي تبادل العايش، سرقوا بزاف. كيمشيو كيف تستغلوا الاسم ديالو، كيف ديروا حاجه، حنا عندك اسم، الاسم كيستغلوا الاسم، يديو يقولوا غير الملطه ديال فلان كيديوها من تماك، راه تبادل كيديوها. بزاف على الناس هادو تحقروا عليا بزاف بزاف بزاف، كثر من القانون. اللهم هذا منكر. انت قلت ما زبرت ما نعمل، انا مع الله دابا كنطلب الله الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، كما كيتحقروا على خاهم الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. تحقروا عليا بزاف، الناس ما بغاوش يحشموا، والله ما بغاو يحشموا، حق انا تعدوا عليا. يعني كيف ما كتقول انت بان السبب هذا كامل علاش تزوجتي بهذه السيده، هذا هو السبب. ما خصهمش منا، المراه معايا مزيانه، ما خصهمش. ها كيقول لك طلقه، كيقول لك طلقه، ما خصهاش تعيش معانا. المرا كتدافع على ولادها على الراجل ديالها، كيقول لك لا ما خصهاش تعيش معانا، فهمتي؟ كيقول ما خصهاش تعيش معانا، والمرا ما عندها ما عملت حتى شي حاجه. انا المسؤول على الاسره. ها لا غلباتك، سحرت لك، عملت لك وعملت لك وكلاتك، كاين شي واحد كيوكل اربعة العلوم غنو كتوكلني المرا؟ هاد الناس حومق هادو، والله لا حومق بالله. دابا انا داخل قلت كيقول الله ياخذ فيكم الحق، واش من الحق ياخذ بي انا؟ دابا هذه المره دخلوا كتزبل فيا، ما عندها حتى دخله، ما عندها حتى دخله. الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، شنو عامل انا؟ الله ياخذ فيا الحق، قتلت لك بابك، ما قتلت لك والو حتى واعي. اللهم هذا منكر. انا يد على الدار، خرجوني من دار الوالده. صافي لي. يعني انت هو الاخر اللي تزوجتي كنت كتصرف على الوالده ديالك؟ انا الاخر يا 48 سنه تزوجت، على 48 سنه وخرجوني من الدار في ديك العام هذيك اللي توفات الوالده، فهمتي؟ قال لك غندير لهم الدار، صبر الدار، صبروا ديك الدار هذيك حتى السوارت، دخل عند الدار في المرجه حتى ولا السوارت، وقال له فرصه. كان جيت اديني هنايا، كان جيت من وزاره الادي، حرطت عليا اخوتي كاملين، فهمتي كيف؟ بس حرطت عليا اخوتي كاملين. علاش كنتي تفرص المال؟ ما تفهموش يوم المر، وخلي اختيها عليك. ولدك يضرب لي ولدي، قلت له اختي العيال كيضرب لي، قالت لك لا خليه يضربه، وانتم ما شكتوا ما تهدروش، سيبه ما تهدروش، خليه يضربه، خليه يضرب. لا ما تهدرش، ما تهدرش. اجي الخواق كيقول لا انت ناس سكت ما تهدرش، خليه تعمل لك اللي عملت لك ما تهدرش.
زعما حقاله صافي ما تهدرش. المراه عندها مولا الراجل ديالها عندها ولادها عندها ما تهدر عليهم، هاد ولادها واش ما تهدرش على ولادها كيضربوهم؟ لا تسكت خليهم يضربوهم في السيفه. العين صغير العين صغير على ديالي كيضرب لي ملي كتقول لك خليه يضربو بزاف على الحكره هادي بزاف بزاف. انا نطلب اخي اختي وني هاد الناس هادو، انت كتبان انسان ضعيف حتى الفلوس المحامي دابا ما حتى الفلوس المحامي ما عنديش، القضيه في المحكمه حتى الفلوس المحامي ما عنديش باش نعملو انا وانا ضعيف الانسان. انت كتب والله العظيم ما تعشيت البارح هرسوا عليا الباب بقيت انا محبس الدار حتى الصباح هذا نتا كندبر مال لولادي كنسخر بالكريدي والناس هادو حقاره بزاف ما يخليوك تخدم انا خصني نقابل الدار خصني يهزموا على المراه يضربوها. انا مقابل دابا المراه في الدار عساسين عليا كاملين عساسين عليا في الدار خصني يضربوها مصبعهم يهرسوا عليا الباب ما قدرتش نخرج انا كنخوف تعمل شي مصيبه هنايا. الناس حقاره بزاف واش شوف سبعه بيهم وعاد ولادهم عاد النساء ديالهم كل واحد ما كيزبل حتى واحد ما معاك اللهم هذا منكر حقاره بزاف ما نقدرش نقول لك بمعنى الكلمه. واش دابا انا باقي ندابز واش انا باقي نزبل واش انا باقي اخر دابا كيحلف ويتكتب بان ما دخلوا عند الدار هما ضربوها ثلاثه بيهم وانا معاه وانا كنفارق عليها المراه. المراه بقات بغيبه ما ديت امبولانس بقات اربع ساعات في المستعجلات واخر كيزبل بيا كيقول لك يقول له عيطوا على امبولانس يقول له خلي الدين بوها تموت خلي الدين بوها تموت اللهم هذا منكر. واش المراه تموت اربعه العواول خلي الدين بوها تموت السايبه السايبه عندهم السايبه. واش انت بغيتي ترجع للدار اللي كنت فيها مع الوالده ديالك ولا انا الدار دابا اختي كدير تفرسني اللهم هذا منكر. ديك الدار تشد عند الورثه كيقولوا الدار الورثه تشد صافي هذا المطلوب انا ما خصني ندخل لا شي تشد. انا اخوي من هنا خصني تبين فين نمشي انا خصني غنمشي شي موطع نمشي فيه نسمح له بكل شيء. انا انسان ضعيف ما عندي شيء والله ما عندي باش نقدر نمشي نكري كان كون عندي باش نكري والله حتى نبعد من هنا ندير غير الراحه ديالي. قالت لي كتقول لي هنايا كتقول لي هنايا كتقول لي هنايا كتنعشوا بحال الحباسه فوق بعديتكم ها كتاكلوا بالنوبات دابا هذيك اختي كتقولها كتاكلوا بالنوبات ياك كتدخل كتنعش بحال العباس هذا بوق هذا كتاكلوا بالنوبات الله وحشتو حشومه حشومه والدار مسدوده تحت الدار مسدوده امشي كنت غير ساكنه فيها ولا ساكن فيها شي واحد هذه 11 سنه وهي مسدوده بزاف بزاف على حكره هذه بزاف 2015 2015 تعدوا عليا وتكرفوا عليا وما خليت ما عملت وانا صابر ونهضر معاهم من اخوتي الله يرضى عليكم والو والله ما يحنوا فيك اي حاجه يعملوا كل شيء حقاره بمعنى الكلمه حقاره. ما نقدر نزيد حتى شي حاجه انا عييت والله ما نقدر نزيد حتى شي حاجه معاهم انا عييت انا استسلمت بس عيطتكم راني استسلمت صافي انا عليت يدي دابا غنعلي الرايه البيضاء نقول ما انا خاوي بحالي صافي ماشي مشيت مشيت للخلا مشيت البحر مشيت فين نعيش ما نقدرش نعيش اكثر من هادشي هذا الضغط بزاف عليا. انا خصني نربح صحتي ونربح صحة المراه ومرتوها المراه بقات عندها جوج العمليات في عام واحد اللهم هذا منكر وكيضربوها المراه جوج العمليات في عام واحد وهينا كيتعداو عليا قتلوا العائله في كرشه ما هضرناش بالغداي ديالهم كلشي اللهم هذا منكر حشومه غادو خوت هادو والله ما خوت هادو بالله كان كانوا خوت ما نقدرش نقول لك فاتوا 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 الناس قباحي فاتوا فاتوا ما عمري شفت شي خاوه بحال هادي كل واحد ما كيزبل خسروا الهضره مع المراه ما يوقروها ما يعطيو ما يعملوا فهمتي قدامي كيزبلوا فيها ما نقدرش نهضر والهضره كينقزوا كاملين وخسروا لها خسروا الهضره الخايبه عليها ما يقولوا حقاره ما نقدرش نقول لك حقاره 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 بزاف عايش عايشين في الجحيم عايشين في الجحيم الناس هذو تعدوا عليا بزاف اللهم هذا منكر. ما نقدرش دابا خصني نعلي الرايه البيضاء والسالبة باش لا نقول الرايه البيضاء الا نقدر نعليها دابا ما نقدر نعمل حتى شي حاجه عييت انا عييت عييت ماشي ماجي عييت ماشي عييت معاهم ما صبرت ما نقول عييت ماشي ما صبرت حتى واحد ما عطاني حقي دابا دابا الحق ديالي ضاع معاهم هاد الناس هادو كيقول لك حنا بسبعه بينا نغلبوك واش غتغلبني انت سيبتيني بيت واحد غلبتيني دابا سيبتيني بيت واحد غلبتيني عندك ما تقول غلبتيني اخر باع الارض ناخذ بمليون ونص د الفرنك بنا بها جوج الحوانات بس من الدار ديالي في 95 واخر صبر 300 فرنك من عنده وغير خصم غير الفلوس فهمتي وخلوا بها جوج الحوانات دابا خذ كريحه 150 فرنك واخذ بني الدار ديالو بديك الفلوس وانا الارض المخزن لا فيها هاد الارض المخزن اسيدي
ولا كاين شي ما خصني يتدخل، صافي تعدوا عليا تكبسوا عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا المتابعين الكرام، الله يدير شي تاويل ديال الخير. هذه هي القصة ديال رب الأسرة، كيف سمعتوا معنا وكيف تابعتوا معنا، الله يدير شي تاويل ديال الخير، خصوصا لما يتعلق الأمر بالأسرة وبالخوت متابعينا الكرام. والمطلب ديال هذا رب العيل الأسرة، عنده 9 سنين، العيل عندي الكبير ديالو عنده 9 سنين، والعيل عنده 7 سنين، العيل عنده 5 سنين، والعيل عنده 5 شهور. دابا عمته كتقول له الحماق، العيل ديالو مول 9 سنين، كاين شي حماق عنده العيل صغير يكون حماق 9 سنين، كيسبوا فيه كيقول له غندبحوا هو، كنعملوا لك نعطس الى ويزبلوا فيه ما خلى عيص ولادي كامل تعقدوا، ولادي تعقدوا دابا ما يقدروش يخرجوا يكتبوا تلاقوا عمهم ولا عمتهم، تعقدوا بزاف، كيزبلوا فيهم كينهضوا فيهم، ما كنتم بحال تقول لك اليهود معاهم قدام العيش، انا تقول اليهود يعيش معاهم ماشي خاهم، تحقروا عليا بزاف. اذا متابعينا الكرام، نتمنى ان شاء الله يدير خير، يدير تاويل ديال الخير، هادشي اللي غادي نقوله، خصوصا لما الامر يتعلق باسره واحده. اذا متابعينا الكرام، الى هنا ننهي هذا البث المباشر، والى بث اخر، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.